Dewan kehormat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, majlis diteruskan lagi dengan mempersilakan peserta yang ketujuh untuk tampil ke pentas bagi memperdengarkan bacaan ayat suci Al-Quranul Karim. Peserta ketujuh akan membacakan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim dari surah Yusuf bermula dari ayat 1 dengan tarannum wajib, nahwan dan ras. Dengan segala hormatnya dipersilakan. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو
وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ لَقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ آيَاتٌ السائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده وتكونوا من بعده قوما صالحين قال قائل اقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب وألقوه في غيابة الجب
يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين. قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون. أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Tuan-tuan dan puan-puan, hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, begitulah tadi persembahan bacaan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim yang telah diperdengarkan kepada kita oleh peserta yang ketujuh. Peserta yang ketujuh sebentar tadi ialah Encik Abdul Alim bin Zakaria dari daerah Kuala Nerus. Majlis merakamkan jutaan terima kasih